مبادرة حياة كريمة، لازم يكون لينا وقفة معانا على حياة كريمة. زي ما احنا بنقول حياة كريمة قصة نجاح، قد ايه هيستفيد منها من المواطنين المصريين؟ 60 مليون مواطن، يعني احنا بنتكلم في نص الشعب المصري. ومن بعد كده بقى هتلاقوا كمان الستين دول مع الأسر هيكونوا أكتر وأكتر، فإحنا بنتكلم في عدد مهول. وإذا كنا إحنا بنتكلم بقى على العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، فهو ده العدالة الاجتماعية في شكلها الحقيقي. مبادرة حياة كريمة وتأثيرها كمان على الوضع الاقتصادي من الحاجات المهمة جدا لازم نشير ليها النهاردة مع حضراتكم، وقصة نجاح تكتب للدولة المصرية وأشادت بيها طبعا كل المؤسسات الدولية في مقدمتهم طبعا الأمم المتحدة. معانا هاتفيا دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي المركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد صباح الخير. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك واستاذ طبعا احنا مخيزي. امام مبادره، يعني فعلا بنقول هو مشروع قومي، لكن هو اولا واخيرا هو مشروع نجاح للدوله المصريه. عايز اسالك في البدايه، يعني حرص الدوله على اقامه مجتمعات حضريه في حد ذاته نقل، وقبل كمان من قبل ما نبتدي حياه كريمه كنا فكره القضاء على المناطق العشوائيه وغير الامنه، ازاي شايف ده مردوده على الانسان اول حاجه، وازاي مردوده على الاقتصاد المصري؟ يا فندم، هو الدولة المصرية استاذنك عبارة نعلي عن الصوت بس يا دكتور محمد. طيب بقول لحضرتك، الدولة المصرية أول لما بدأت الإدارة الحالية يعني تقودها يعني كان عندها فكر مهم جدا، يعني اللي هو أول حاجة إن إحنا نطبع حياة المصريين، نعيد تطبيع حياة المصريين. حضرتك عارفة إنه في الفترات ما بعد يناير البنية التحتية المصرية تعرضت ل يعني دمار كبير جدا، يعني تخلف عن الإنفاق عليها بسبب يعني انخفاض ايرادات الدوله المصريه. من ناحيه كمان تانية، كان قبل يناير 2011 كان في ضغوط كبيره جدا على الدوله المصريه، ما كانش في انفاق كويس على التنميه، وبالتالي كان في تراجع في حياه المصريين. بدات تظهر عندنا العشوائيات، بدا يظهر عندنا يعني عدم انتظام مرفق المياه مش واصل للناس كلها، الصرف الصحي مش واصل للناس كلها. الدوله المصريه كانت في حاله يعني صعبه للغايه، زودتها كمان الحاله بتاعت 2000 بعد يناير 2010، وبالتالي الاداره المصريه كانت جايه يعني بمشروع طموح جدا، بدايته اولا ان هي تطبق حياه المصريين. تخلي حياه المصريين طبيعيه، حضرتك تبقى قاعده في مكان في ميه كويسه، في كهرباء كويسه، في مرافق كويسه، الطرق ما بتاخدش من حضرتك ساعات علشان توصلي، في نفس الوقت تقدري تقتضي خدماتك كلها من مكانك، مش مضطره تتنقلي مسافات طويله جدا، او مش مضطره تروحي القاهره، او مش مضطره تروحي عاصمه المحافظه عشان تقتضي. وكان معانا في الصوره تبطين الترع، عشان الشيء بس شيء يذكر فكرة تبطين الترع دي، وقد ايه كمان فرقت معانا حتى بيئيا. صحيح يا فندم، صحيح، ما بقول لحضرتك الموضوع كله كان جاي في هذا الاطار. بالتالي بقى الدوله المصريه بدات تبذل يعني مشروعاتها، او يعني تبدا مشروعاتها في هذا الاتجاه. اول حاجه بقى حضرتك الدوله المصريه بدات في المدن، بدات توسع الطرق، بدات تظبط شبكه الكهرباء. أيوة. بعد ما انتهينا من تطوير بناء مدن جديده، حضرتك الدوله المصريه بتبني 40 انا اسف 30 مدينه جديده، منهم 22 مدينه شغالين فيهم دلوقتي. أيوة. في 8 مخططين، طورت المدن الحديثه للرئيس مبارك بناها اللي هو 24 تجمع عمراني، وبعدين المدن القديمه بقى اللي هي الكلاسيكيه خالص اللي هي زي مثلا القاهره والمنصوره وكفر الشيخ واسكندريه، بقي في عمليات تطوير. بعد ما انتهت الدوله المصريه من تطوير المدن اتجهت للريف اللي بيعيش فيه 58% من السكان، زي ما حضرتك قلت بالظبط، محتاجين عمليه تنميه واسعه. المبادره بقى بتدخل القريه تاخد المرافق بتاعتها بالكامل، تطورها وتخليها ملائمه لحياه طبيعيه للمصريين. صحيح. الكهرباء منتظمه، الصرف منتظم، المياه منتظمه، خدمات التعليم منتظمه، في نفس الوقت كمان حضرتك تقدري كمان تاخدي الخدمات الحكوميه من مكانك، او على الاقل خالص من مجمع واحد ما بين 5 أو 6 قرى، يبقى حضرتك بتنتقلي انتقال بسيط خالص من قريه للثانيه علشان يعني تقتضي الخدمه، وبالتالي تحويلها كمان لقرى منتجه. دي من النقاط المهمه، وهو حابب برضو اسمع تعقيبك على النقطه دي. صحيح. ده كانت الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بقى ان المشروعات دي نفسها اللي بقول لحضرتك عليها تساهم في دعم الاقتصاد المصري. والمساهمه جايه على نوعين. النوع الاول اللي حضرتك قلت عليه ان انا اشغل المواطنين الموجودين في هذه القرى، اخلق لهم فرص عمل. لما اخلق لهم فرص عمل يفضلوا موجودين في قراهم، يفضلوا موجودين بيساهموا في عمليه الانتاج الزراعي، يبقى جنبه كمان العمل الثاني بتاعه، وبالتالي نوقف الهجره الجائره او الهجره الجارفه
اللي بتحصل من الريف للمدينه. لو حضرتك عندك حياه منتظمه في المكان بتاعك، ايه اللي يخليك تضطري تخرجي للمدينه او عاوز تروحي المدينه ليه؟ لا كنا بنتكلم ان هي طارده للسكان. ايوه، ما القريه طارده لان مفيش فيها خدمات، ما حضرتك مش قادره تشتغلي فيها، بتروحي تدوري على فرصه عمل في المدينه. طب لو انا جبت لك فرصه العمل اللي في المدينه كان عندك زمان يتقال انا رايح مصر اللي هي القاهره. بس كده، عشان كده بقول لحضرتك ان الفكره بقى ان احنا نعكس التيار ده. لو انا جبت لك فرصه العمل عندك واديتك الخدمات اللي انت بتروحي المدينه عشان تاخديها، سواء الخدمات بتاعت الحكومه او الخدمات الترفيهيه او خدمات الانترنت او وات ايفر، يعني الخدمات اللي انت عاوزاها، لو انا جبت لك القريه مش هيبقى عندك اتجاه ان انت تخرجي منها او اتجاه ان انت تسيبيها. ده الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني بقى ان المشروعات دي كلها هي اللي دعم الاقتصاد المصري. يعني حضرتك شايفه احنا عندنا جالنا ازمه كورونا، بعدها جالنا الحرب الروسيه الاوكرانيه، وقبل كده كان في عندنا حاجه اسمها الحرب التجاريه الامريكيه الصينيه. والاقتصاد المصري مع كل هذه الازمات مستمر في النمو. يعني مثلا في ازمه كورونا انكمش الاقتصاد البريطاني مثلا. طب عايز اسالك برضو على كام نقطه كده سريعه، عشان انت رحت للاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري. التضخم ان احنا يعني تابعنا امبارح النسبه الخاصه بيه عالميا ومحليا. صح، احنا دلوقتي في مصر عندنا معدلات تضخم بترتفع، لان احنا عندنا تضخم مستورد، التضخم بتاعنا جاي من الخارج بسبب ارتفاع الاسعار بتاعت السلع العالميه. بس انا كان انا شفت نسبتين للتضخم، واحده 15.6 والثانيه 13.6. الفرق ما بينهم يا فندم ان ده بنسميه التضخم العام، والثاني التضخم الاساسي. التضخم الاساسي دوت هو الاقل، ده احنا بنستثني منه السلع سريعه التغير في الاسعار زي الغذاء وزي المشروبات الغير كحوليه يعني، او التبغ والسجاير. وده علشان احنا عاوزين نشوف السلع العاديه اللي بيستخدمها الانتاج او اللي بيستخدمها المواطن، زي مثلا الحديد والصلب او الاسمنت او هكذا يعني، او المواد البناء. ايوه، الارتفاع عليها قد ايه؟ وبالتالي عندنا معدلين التضخم، التضخم العام اللي هو فيه كل الباسكت بتاعت المستهلك كلها، او التضخم بقى الاساسي ده اللي بيطلعه البنك المركزي علشان يشوف التضخم لو استثنى منه السلع في حاله التغير هيبقى عامل ازاي. ودايما بيبقى التضخم الاساسي اقل من التضخم العام، لانه زي ما حضرتك كده بيستثني السلع السريعه. طيب في العالم نفس الاتجاه حاصل وبنسب اكبر كبير. حضرتك احنا بدانا ازمه كورونا واحنا عندنا معدل تضخم 5%، احنا واصلين دلوقتي عند 15%. العالم بدأ المعدلات التضخم عنده 1%، عدى دلوقتي الولايات المتحده الامريكيه عند 8.5%، وكانوا الشهر اللي فات عند 9%. وده يقول لحضرتك ان هم تضاعفوا 8 مرات، احنا تضاعفنا بس 3 مرات. طب تعقيب سريع على موضوع الرمال البيضاء واهتمام الحكومه دلوقتي على التوظيف والاستغلال الامثل للموارد المصريه. فندم، هو الرمال البيضاء ده يعني مكون المدخل او الماده الخام بتاعت تصنيع السيليكون، والسيليكون زي ما حضرتك عارفه ده بيستخدم في يعني صناعه الرقائق الالكترونيه اللي هي المحرك بتاع الاقتصاد العالمي كله. ده ماده خام غاليه للغايه، نفيسه جدا. العالم كله بيتجه دلوقتي ل يعني الدخول في تصنيعها. احنا بس مش عاوزين يعني مش بنقول ان احنا هنصنع رقائق الكترونيه، احنا عاوزين نعظم الاستخدام الماده الخام. يعني بدل ما بنصدرها رمال بيضاء، لا نصدرها سيليكون معالج شديد النقاء. ده يبقى خطوه اولى في اتجاه تصنيع الرقائق ان شاء الله في المستقبل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا اكون بعظم الاستفاده من المواد الخام بتاعتي، وبضيف قيمه وبعمل قيمه مضافه عليها، وبشغل مصريين في اضافه القيمه دي، وبالتالي بزود العائد على التصدير، وفي نفس الوقت بخلق فرص عمل في الداخل. دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بمركز الفكر المصري للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، ودايما بنستفيد من المعلومات اللي بتديها لنا.